بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا الطلبة، رمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم. راح حيكون مادتنا أو موضوعنا بهذا الكورس هو الـ Fundamentals of Electrical AC and DC Circuit. هذا موضوع جدا مهم وهو أساس للهندسة الكهربائية، اللي هو راح يفيدكم في كل مراحلكم الدراسية المتقدمة، حتى في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وحتى إذا تشتغل في سوق العمل هذا الموضوع جدا يفيدك، لأن هو تحليل لأي دائرة كهربائية سواء كانت أي سي أو دي سي. لذلك يراد أن تفتهم فلسفة هذا الموضوع وتفتهم شلون تحلل الدوائر وشنو الطرق للتحليل وشنو عناصر الدائرة الكهربائية سواء كانت الـ DC أو الـ AC. احنا راح ناخذ هنا دوائر الـ DC والـ AC سوا، فراح نبدي اولا في دوائر الـ DC لان هي راح تكون تمهيد وابسط بالتحليل من دوائر الـ AC. لذلك نفس طرق التحليل المستخدمة راح تطبق في دوائر الـ AC، اللي راح تطبق في دوائر الـ DC نفسها راح نطبقها في دوائر الـ AC. لذلك يتطلب انتباه، مادة ليست بالصعبة وليست بالسهل، لكن يراد لها فهم للمادة حتى تستفاد منها، لأن مثل ما قلت لكم هي أساس لكم في كل المراحل. من تفتهمها هسه راح تستطيع ان تستخدمها في المراحل المتقدمة في مختلف الدروس الخاصة بالجانب الكهربائي، جانب الكهربائي. فبالبداية اكو رفرنسز هواية على هذا الموضوع، كتب متعددة على هاي الموضوع، وكذلك موجودة في الانترنت تقدر تطلع عليها وتقدر تحل الأسئلة من أي رفرنس يعجبك. هاي مطيكم أنا 7 رفرنس. الرفرنس المنهجي لكم هو الرفرنس الأول اللي هو Introductory Circuit Analysis، والمؤلف مالته روبرت إل بولستيد. هذا ان شاء الله راح امينا انطيكم اياه للرفرنس مالك، تقدر تستخدمه وتحل بيه اسئله. وهاي تكست بوكس اخرى تساعدك بالحل وبفهم الماده، اذا تريد مور ديتيلز تقدر تستخدم واحد من هذه المصادر. هسه راح نبتدي اول محاضره، انه راح ناخذ اللي هو الانترناشنال سيستم اوف يونتس. راح ناخذ شنو هي اليونت لكل كوانتيتي موجوده عندنا، وراح نعرف هو شنو الميجرمنت يونت لكل كوانتيتي. حقيقه الميجرمنت يونتس يوجد عندنا نظامين للميجرمنت يونت، النظام البريتش اللي هو او البريتن اللي هو الانجليزي، والنظام المتري. والنظام المتري فراح تشوف انه من تقرا بعض المصادر بعضها يعني خاصه القديمه منها او المؤلف او المؤلف يكون بريطاني راح يكون يستخدم النظام البريطاني، وبعضها راح تستخدم النظام المتري. لذلك سابقا كان اكو نظامين، بعدين شافوا هاي العمليه انه تعرف بالتطور التكنولوجي وتطور وسائل التواصل صار العالم مثل القريه الصغيره. لذلك صارت دراسات من انه شخص من اي دوله يقدر يدرس باي دوله. ف اختلاف هذه الميجرمنت يونت راح يسوي كونفيوزد شويه، يعني ارباك عند هذا. لذلك
لذلك بعد السنين سووا اجتماع لكل دول العالم وخلوا فد انترناشنال سيستم اوف يونتس، هذا تقدر تستخدمه في كل مكان، راح تقدر تستخدمه في كل مكان، اللي هو قلنا هذا اللي هو اللي يكون انترناشنال ستاندرد وكل دول العالم تفتهمه، على الرغم انه من كل دولة تقدر تحتفظ بالستاندرد او تقدر تعمل بالستاندرد مالك، بس هذا الانترناشنال سيستم اوف يونت تقدر تستخدمه في اي دولة من العالم ماكو بي اي مشكلة، اللي هو راح يكون مالتنا اللي راح نتبعه بدراستنا. طبعا هي اليونت اوف ميجرمنت هي في التسمية، مثلا انت تخلي فد رقم 20 او تحسب حسابات وتخلي رقم فد 20، شنو معنى هذا؟ ما إله كل معنى، لذلك يجب ان يتبع الرقم مالتك باليونت مالتك حتى تعرف انه هذا العشرين هل هي فولتج كارنت باور تمبريتشر فورس باور انرجي. لذلك هاي اليونت هي في التعريف المه للمقدار او الكميه اللي انت راح تخلي. هاي الجدول، هذا الجدول اللي عندنا، فهذا الجدول اللي امامنا متكون من الكوانتيتي السمبل واليونتس. هاي هي الكوانتيتيز او المقادير اللي راح نستخدمها يعني الاكثر استخداما في هاي الماده مالتنا. مثلا التايم الرمز يرمز للرمز تي واليونتس مالته سكند، اللينج هو بالميتر والتمبريتشر بالكلفن والتشارج بالكيو والكرنت امبير والفولتج بالفولت والفورس بالنيوتن والباور بالوات والانرجي بالجو. فهذه مهمة جدا، يراد ان تعرفها وتعرف كل مقدار شنو وحدة القياس او اليونتس مالت. هسه راح ننتقل لموضوع scientific notation، هذا جدا مهم لان مثل ما تعرف هنا احنا راح نستخدم مثلا نستخدم وحدة الباور، مثل ما تعرف الباور احنا ما نستخدم مثلا الجنريترز يولد مليون واط، فما نكتبها مليون او 100 مليون واط. لذلك هاي النوتيشن راح نستخدمها كتعبير كأس الى العشرة، فراح نشوف 10^3 هو كيلو، الابريفيشن مالته هو الكي. 10^6 يعني الميجا اللي هو يعني مثلا 6 × 10^6 يعني معناتها 6 ملايين، بدلا نكتبها 6 ملايين نكتب 6 × 10^6. عندك 10^9 هي الجيجا ويرمز لها بالجي كابيتال، جي كابيتال، وعندك التيرا اللي هي 10^12 نرمز لها اللي هي التيرا نرمز لها بالرمز تي. هسه اذا كان عندي مقدار كلش قليل، مرات الكرنت نقيسه بالملي امبير، فلذلك عندنا 10^-3 ملي ونرمز لها بالام كابيتال، و10 اس ناقص 6 هي المايكرو ونرمز لها بهذا الرمز الجريك، و10^-9 هو النانو، يعني فشي كلش قليل، و10^-12 اللي هي نرمز لها بال بيكو، والرمز مال ابريفيشن مالتها هي البي. هاي جدا مهمه ان تعرفها وتعرف تتعامل وياها، واعتقد ان اغلبكم تعرفوها. لها هسه حتى
نبدي دراستنا لهذا الموضوع راح نعرف شنو هو أساس الإلكتريسيتي الكهربائية مالي. راح نأخذ نشوف هو شنو الكرنت، شنو الفولتج، شنو الباور. راح في البداية راح نأخذ الستركتشر أوف أتومز، أخذناه بمادة الفيزيكس بالكورس الأول. راح نأخذه هنا بشكل جدا مختصر حتى يبقى ببالك، حتى نفتهم الكرنت والفولتج لازم نعرف التركيب الذري للمواد. مثل ما قلنا الاتوم الذره تكون من ثلاث بارتيكلز عناصر، هي النيوترون والبروتون والالكترون. النيوترون هو هو متعادل مثله برمز ان، والبروتون هو بوزيتيف تشارج، والالكترون هو نيجاتيف تشارج. هاي هنا الكتل مالتهم بالكيلوغرام، راح نشوفها كتل كلش صغيره، واصغر كتله هي المن للالكترون. هنا راح ناخذ مثال لثلاث ذرات، هي هيدروجين وهيليوم والكفر. هاي بالنسبه للهيدروجين ويحتوي على شنو؟ واحد الكترون. الالكترون مثل ما عرفنا يدور بمدارات حول شنو؟ حول النواة تتكون من البروتون والنيوترونات. وهنا عندنا الهيليوم يتكون من 2 الكترونات تدور بالمدار الاول. نلاحظ انه النواة تحتوي على بروتون والنيوترون، والالكترون يدور حول النواة بمدارات. هنا عندك الكبر يتكون من 29 الكترون، راح نشوف انه يبقى الكترون واحد في المدار الخارجي. انه مثل ما قلنا سابقا ان الالكترونات بالمدارات القريبه راح تصير قوه الربط ويا النواه مالتها كلش عاليه، لذلك من الصعوبه كسر هاي البايندينج فورس بينها. كل ما يبتعد الالكترون عن النواه راح تقل البايندينج فورس، فبهذا الالكترون اللي بهاي المدار البعيد عن النواه اي طاقه يكتسبها راح يقدر يتحرر ريليز فروم هيز بيرنت ويصير فري الكترون. يعني شنو اي طاقه يكتسبها؟ يجوز درجه حراره الغرفه، يكتسب هاي الطاقه يقدر يكسر هاي الرابط بينه وبين البايندينج فورس، هاي البايندينج فورس اللي هي بينه وبين النواه مالته ويصبح فري الكترون. هذا الفري الكترون هو المسؤول عن مرور الكرنت بالموصل. إذا كل ما يكون عدد الالكترونات عالي يكون الموصل أفضل. الكبر النحاس هو واحد من أفضل الموصلات المستخدمة عندنا في مجال هندسة الكهرباء. ليش؟ لأنه عنده غزارة بالالكترونات الحرة. راح نشوف عنده 8.5 × 10^28 الكترون حر بالسنتيمتر بالمتر المكعب الواحد. مثل ما قلنا الالكترون هاز نيجاتيف تشارج والبروتون هاز بوزيتيف تشارج. التشارج مال الالكترون راح هي قيمتها 1.6 × 10^-19 كولوم، كلش قليل. راح هسه اليونت اوف تشارج شنو وحدة قياس الشحن؟ وحدة قياس الشحنة هي الكولوم. charge of electron هو 1.602 × 10^-9 كولوم. لذلك الكولوم الواحد possesses by، يعني لازم حتى نحصل، اذا احنا قلنا الالكترون كتلته كلش، الالكترون شحنة مالته كلش قليل اللي هي 1 × 10^-19. لذلك حتى نحصل على واحد كولوم لازم عندنا شقد؟ 6.24 × 10^-18 الكترون، يعني مليارات من الالكترونات حتى نحصل واحد كولوم.
واحد كول. هسه عرفنا التركيب الذري وعرفنا شنو ايش قد هي شحنة الالكترون اللي هي قلنا كلش قليلة، وايش قد كم الكترون نحتاج حتى نحصل واحد كولوم. عرفنا هي الكولوم هي الشحنة مال شنو مال التشارج. هسه راح نشوف الكرنت. شنو الكرنت؟ بشكل تعريف كلش بسيط هو الفلو اوف الكتريك تشارج ثروت ا ماتيريال بير يونت. يعني عندنا موصل اوكي دي مر بي تشارج لهذا الموصل، دي تمر بي تشارج لهذا الموصل، يعني الشحنه ايش قد الكترونات عندنا راح تولد لنا شحنه بالكولوم، ايش قد شحنات تملي بخلال وحده الزمن مثلا خلال ثانيه. لذلك الماثماتيكال فورمولا اله هي الكيو على شنو على تي الزمن، يعني ايش قد شحنات تمر عندي بموصل خلال وحده الزمن، وينقاس بالامبير اللي هو نرمز له بالاي كاب. الكيو هي بالكولوم والتي هي بالسكند، التي بالثاني. راح ناخذ مثال بسيط جدا يوضح لي شلون هاي نحسب الكرنت. يقول the charge flowing through conductor is 0.16 coulomb every 64 millisecond determine the current in ampere. يعني شيل من عندي يريد الكرنت، يقول موصل ده تمر لي بشحنه 0.1 سكند ب 64 ملي سكند، ايش قد الكرنت؟ الكرنت من المعادله هو كيو على تي 0.16 في التي هو 64 بالملي في 10 اس ناقص 3 راح يطلع لنا الكرنت 2.5 امبير. اذا شفنا انه اساس الكرنت هو الجاج اللي هو الالكترون اللي هو الفري الف. هسه راح نيجي الى الفولتج الفولتين، راح نشوف شنو هي البوتنشال ديفرنس بين تو بوينتس از ذا ورك هاز تو بي دان تو موف اي يونت تشارج فروم بوينت تو بوينت. يعني انا اريد انقل شحنه من نقطه الى نقطه اخرى، يعني اريد انقل مثلا انا كشخص اشيل ثقل اريد امشي بيه مثلا من امشي بيه متر، يعني انا نقلته من هاي النقطه لذيك النقطه. انا ايش سويت؟ انا شايل ثقل، اذا شنو انا سويت؟ يعني انا انجزت شغل. اذا هو الشغل المنجز حتى تحرك الشحنه من نقطه الى نقطه اخرى الى نقطه اخرى. اذا هو الدبليو على الكيو، اذا هو الشغل المنجز على الكيو بالفولت، وير الدبليو كابيتال ذا ورك دان ينقاس بالجول، عندي كيو از تشارج. الكيو هي التشارج، الكيو هي التشارج. يعني احنا عندنا كيو نريد ننقلها لازم ننجز الشغل، قيمه هذا الشغل على الشحنه راح يعطينا الشغل شو يساوي ان الفي في الكيو وينقاس بالجول، ينقاس بالجول. راح ناخذ هذا المثال يوضح لنا هذا القانون. يقول find the potential difference between the two points in an electrical system if 60 joules of energy are expanded by charge of 20 coulomb between these two points. اذا الفي شو تساوي ان هي الدبليو او الشغل على الكيو اللي هو 60 على 20 ويساوي لنا 3 فولت، يساوي لنا 3 فولت. اذا هسه عرفنا انه الكرنت هو الفلو اوف تشارج بير يونت تايم اللي هو يساوي لنا الكيو على تي. الفولتج
هو the work has been done to move a charge from point to another point. وش يساوي إنه هو الwork على الـ Q. الwork على إذن أساس الـ current والـ voltage هي الـ Q اللي قلنا هي شنو الشحنة اللي هي تجينا منين من الـ free electron. الـ free هاي جدا مهمة تكون ببالك الأساسيات مال الإلكتريسيتي مالي. هسه مثل ما قلنا احنا راح ناخذ الدي سي سيركت السورس اوف منين يجينا الدي سي كرنت او منين نحصل الدي سي سيركت الدي سي كرنت مالي. اما نحصله من الباتريز او نحصله من الدي سي جنريتر او recently used solar panels اللي هي الالواح الانواح الشمسيه اللي تحول لي ضوء الشمس الى كهرباء الى دي سي كرنت او نحصله من الباور سبلاي او نحصله من الباور